الإرادة المجتمعية بعد النزوح انكسرت بشكل كبير، بل غابت تماما أمام الإرادة السياسية. وبالتالي إذا أنا اليوم أريد أقارن بين يعني مستوى يعني الفاعلية الجماهيرية بين المحافظات الجنوبية وبين محافظاتنا، حقيقة أكو انصياع كبير جدا للإرادة السياسية في محافظاتنا، أكو هنالك تبعية وهنالك توظيف إعلامي. سيدتي، هل هو لأنه هنالك مال يدفع؟ هسه أوصف لك المشهد، احتياج أصبح بالمجتمع السوري، أم هنالك ترهيب؟ أوصف لك، لا مو فقط ترهيب. اليوم في فاعل سياسي معين يقبض على جميع مفاصل الحياة. من أعطى هذه المساحة؟ المساحة أعطتها الحكومة المركزية. يقبض على جميع منافذ الحياة، منافذ الحياة الاقتصادية وغيرها وفرص الحياة، واضح، وماسك عليها بإيد، وبالتالي لا يخرج من هذه الإيد، ما يخرج من عندها إلا لمن يثبت ولاءه. تفهم شلون المعادلة؟ بحيث المجتمع بدأ يسابق بالولاء حتى يريد يحيي أي فرصة معينة يحصل من خلالها على مكسب، لأن إذا بقى خارج دائرة التأييد والترويج والتدين لجهة سياسية سين أو صاد، طبعا بالمناسبة أنا حارب الظاهرة ككل بغض النظر عن طبيعة الفاعل السياسي، اعتبرها ظاهرة شاذة ولا تليق بوزن المجتمع ولا قيمه ولا عاداته ولا تاريخه. فبدأ المجتمع يريد يحاول حتى يثبت ولاءه، حتى يريد يحيي أي فرصة معينة يثبت من خلالها أو ترجع إلى بمردود مالي أو ترجع إلى بأي مكسب اقتصادي، أو يعين لابن أو يحصل على عقد معين. وبالتالي عندما نشاهد على سبيل المثال مواقع التواصل اللي هي تعتبر المحرك الأكبر للمجتمعات، خاصة ما المجتمعات، ما أعتبرها محرك أكبر، جمهور الكيبورد والجيوش الإلكتروني غير الجمهور الواقعي، لا غير جمهور الأرض. هسه ممكن ألف واحد يشاهد الحلقة، البعض منهم ممكن عفوا يكون بالضبط من كلامك أو يشتم بالكلام، لكن لما يشوفك راح يكون الواقع مختلف. فأنا ما أعتمد على جيش الإلكتروني. مو قصة جيش الإلكتروني، احنا اليوم انا دا اتكلم لك على ظاهرة تم بناءها. الواقع السياسي اليوم اللي تعيشه محافظاتكم، اكو تغير ملحوظ بالداخل المحافظة بعيدا عن ما يحدث على مواقع التواصل. شيخ وسام دا يتكلم عن موضوعات الخشية من تكرار توظيف المجتمعات، توظيفات عدائية للنظام السياسي، وهنالك من هدد بتوظيف المجتمع، ويلتمس الشيخ من خلال بعض التعاطف وبعض القضايا اللي حدثت او الوقائع اللي حدثت نتيجه في هنالك رغبه لدى شريحه، طبعا هي صغيره مو كبيره، لدى شريحه صغيره لاعاده انتاج حاله الاصطفاف بشكله المكوناتي تجاه المركز ومؤسسات الدوله. هنالك لا يوجد مظلوميه اجتماعيه ست سحر، اكو خلافات سياسيه يحاول البعض توظيف الخلاف السياسي على أنها مظلومية، أنها مظلومية اجتماعية مكوناتية، حتى يعيد عملية تمترس المجتمع باتجاه قضيته كمحاولة إقصاء. وبالتالي المجتمع لم يتعظ